أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مباشر الرابع من غشت 2024، تحياتي لكم أينما تواجدتم في هذا المباشر الجديد عبر التيك توك الذي سيبث لاحقا عبر اليوتيوب وعبر الصفحة الفيسبوكية. إذن رجاء لا تنسوا تشير هذا اللايف والتكبيس، وبالنسبة للناس اللي يتابعوه عبر المنصتين المذكورتين أن يقوموا أيضا رجاء بوضع علامات الإعجاب ومشاركة الفيديو. تحياتي، مرحبا وسهلا. إذن في هذه الحلقة سنتحدث عن الفضيحة التي يعيشها نظام المخزن هنا في فرنسا، والتي كانت يعني في منطقة سان دوني بضواحي باريس. إذا لحظات إن شاء الله نبدأ على بركة الله. القدس، مرحبا وسهلا. زغيدة حفيظة، مرحبا وسهلا. محمد الديماني، محمد المامي، مرحبا وسهلا. على ما أعتقد عبد الله الصغير، قدس الشريف، مرحبا وسهلا. بامبينو، مرحبا وسهلا. إذا رجاء لا تنسوا التكبيس ولا تنسوا تشير اللايف. شكرا، شكرا لك. تحياتنا للدار البيضاء. عيسى أحمد، مرحبا وسهلا. شهيد عز الدين، مرحبا وسهلا. تيتو، مرحبا وسهلا. سعيد الله شرف سنحكي ذلك إن شاء الله. قناص الصحراء، مرحبا وسهلا. لا طبعا هذا اللايف ليس للنقاشات الجانبية اللي تعرفوا، ولكننا سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو فضيحة من الفضائح التي يسقط فيها نظام المخزن بسبب موضوع الصحراء الغربية. إذا نبدأ على بركة الله، ونؤكد لكم على أنه كل الفضائح التي تتوالى على نظام المخزن، مرحبا وسهلا من راست وخيرت، كل الفضائح التي تتوالى على نظام المخزن سببها موضوع الصحراء الغربية. الصحراء الغربية بالنسبة لنظام المخزن قضية مصيرية، يا إما ينهزم فيها يا إما يربح فيها. وهو يعتقد على أنه سيربح، يعتقد على أنه يمكن أن يربح بكل الوسائل الغير مشروعة، وبكل يعني وسائل البروباغاندا والدعاية الفارغة والسهرات والشطيح والرديح والوطنية المزيفة وتجيش الجالية وكل الوسائل اللي تشوفوا اليوم يستعملها هذا النظام من أجل ربح معركة الصحراء الغربية. لأنه إذا مشات الصحراء الغربية واستقلت، نهار نظام المخزن، نهار الاحتلال المغربي، نهار الملكية في المغرب. لن تمضي إلا ساعات وتندثر الملكية بعد استقلال الصحراء الغربية. هذه خاصكم تحطوها في بالكم، ولذلك فإنهم يجاهدون يعني الوقت ويبذلون كل الجهود من أجل باش يحولوا الصحراء الغربية إلى مغربية بالسيف بالقوة. بمناسبة هذا الكلام، هو جناح مغربي نظم في منطقة ساندوني هنا في ضواحي باريس، نظمته كالعادة المخابرات المغربية التي تنشط بشكل كبير على الأراضي الفرنسية. لأنه بالنسبة للمخابرات المغربية وللمخزن، فإن فرنسا موقع مهم جدا فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وهم يشاهدون على أنه في الآونة الأخيرة هناك نشاط متنامي للجالية الصحراوية ولممثلية جبهة البوليزاريو هنا بفرنسا، وكذلك لكل الجمعيات الفرنسية المساندة للقضية الوطنية الصحراوية. ويرون كذلك على أن هناك يعني انتشار لموضوع الصحراء الغربية في وسائل الإعلام الفرنسية بشكل مميز، ويشاهدون كذلك انتصارات القضية الصحراوية بشكل كبير هنا في فرنسا. الوقفات التي تقيمها الجاليات الصحراوية هنا بفرنسا هي مزعجة جدا لنظام المخزن، في مقابل الوقفات التي تنظمها القنصليات والسفارة المغربية في باريس، هي يعني وقفات لشطيح والرديح ولتقديم الوطنية الوهمية. ويستدعى لها شكون؟ يستدعى لها النطوح ومع في السبع من بنات الليل ومن المترددات على النوادي الليلية هنا في فرنسا، والحانات حانات السكر والعربذة، وتوزع عليهم شرويطة اليوطي وصور الهالك، ويحاولون أن يصنعوا لكم وطنية مزيفة، بينما الوطنية الحقيقية
ليست هي دعم النظام الدكتاتوري في المغرب، وإنما هي المطالبة بإسقاطه. إذن السفارة المغربية هنا في فرنسا على رأسها البلطجية سميرة السيطايل بغت تبين يعني حنتيديها كما يقول المثل المغربي. سميرة السيطايل البلطجية السابقة التي اشتغلت في قناة دوزيم كمديرة للأخبار، واللي معروفة بأنها بلطجية حتى لما كانت في قناة دوزيم، حاولت أن تنقل بلطجيتها كذلك للسفارة المغربية هنا في باريس، وتحاول أن يعني تنشر البلطجية، البلطجية المخلطة بالفن ومخلطة بالوطنية المزيفة. ولاحظنا على أنه في الآونة الأخيرة نظمت أكثر من جناح في ضواحي باريس، وحاولت على أنه يكون في فضاء عام باش الفرنسيين يشوفوا ما يسمى بالمغرب، بينما هو هذاك ليس هو المغرب. المغرب الحقيقي راه موجود في المغرب، وإحنا عارفين وضعية المغاربة وكيف يعيشون، ولكن هذو كاملين اللي يشوفوهم يشاركوا في مثل هذه المناسبات هم أشخاص مؤطرين من أجل باش يكذبوا على المغاربة اللي موجودين وسط المغرب، باش يبينوا لهم عكس الواقع اللي موجود عند المغاربة في المغرب. وبالتالي فإنهم يجهون لهذا لفرنسا والله من الخارج باش يبينوا بأنهم عايشين بخير وعلى خير. وأكبر دليل على أنهم عايشين بخير هو على أنهم يوجدون هون بالملايين في أرض الغربة، يعني حتى محرومين من أبسط الحقوق السياسية اللي متوفرة عند الجاليات في العالم اللي تشارك في البرلمان مثلا، والله تنتخب في البرلمان أو تشارك في الحكومة، بينما جالية المغرب منذ زمن طويل جدا لا تشارك في كل الأحداث السياسية في المغرب مقصية. وهناك أصوات حرة من داخل الجالية المغربية تستنكر ذلك، ولكن الأكثرية هم الجهلة والجاهلات الذين يستعملون في هذه المعركة كحطب من المخزن. إذن ماذا حدث في ساندوني؟ ساندوني حاولت المخابرات المغربية مرة أخرى أن تستغل هذا الجناح الذي أقيم للمغرب في هذه المنطقة المعروفة بكثرة يعني الثقافات والجنسيات التي تتعايش فيها، حاولوا أنهم يستغلوا هذا الجناح كيعني قناة سياسية، كقناة سياسية لترويج الأسطوانة المشروخة مغربية الصحراء. وعدلوا صهرة، جابوا لها كما قلت جابوا لها من هب ودب كالعادة، الشعب اللي يبغي دائما يحك جر، يعني الشعب اللي تابع الجرة وتابع الرقص. يعني أنا اللي نفهم واللي نعرف في الشعوب المحترمة هو على أنه الشعب خاص يكون كيف ما عنده الفرجة كيف ما عنده وقت للجدية، عنده شوية الجدية باش ينقش وضعه الحقيقي، ماشي الحياة كاملة تجي واحدة لابسة لي سروال ما عرفش مبين اردافها وتبقى تهز اردافها هناك وكأنما عندها لا اخو لا اب لا ابن لا اطفال لا بنات لا اي شيء، ويجوا ويتراقصوا بطريقة اللي هي طريقة الشيخات اللي موجودات في المغرب، يعني نفس سياسة الشيخات اللي موجودة في المغرب يجيبوها كذلك هنا للخارج. والمشكلة على انهم يقدموها للعموم، يعني أنا اللي نعرف هنا في فرنسا مثلا كاين هنا أماكن للرقص ولكن مغلقة، ماشي واحد يجي للشارع يبقى يرقص. إذا هذو اللي جاوا لهذا الحدث اللي هو جناح المغرب في ساندوني جاوا باش قال لك يبينوا لنا الثقافة المغربية. يعني هذا جناح سموه جناح الثقافة المغربية. ولكن هل الثقافة المغربية هي فيما تعرضه الشيخات في المغرب؟ واش هذه هي الثقافة المغربية؟ واش الثقافة المغربية هي تقبض شرويطة اليوطي وتبقى تتراقص بها في الشارع؟ واش هذه هي الثقافة؟ هذه ليست ثقافة، هذه ما عندها علاقة بالثقافة. إذن ذاك الشيء اللي موجود في الأعراس ذاك الشيء اللي موجود في الأعراس ينقلوه كذلك إلى مثل هذه السهرات، ويحاولوا من خلاله يبينوا يعني وطنية مزيفة. فالذي حدث أنهم استغلوا هذا الحدث للدعاية السياسية، استغلوه للدعاية السياسية، وخاصة بعد ما أشيع بأنه فرنسا قد ساندت الحكم الذاتي. إذن استغلوا هذا الحدث بوجود رئيس بلدية ساندوني اللي قال له محمد غانبالي،
وقاموا بالترويج لأطروحة مغربية الصحراء بشكل علني. خليكم تشاهدوا هذا الفيديو الذي يوثق لذلك، ولين نشوفوا ردة فعل رئيس بلدية سان دوني. أستاذ هناك من إذن ماذا حدث؟ أعلنوا لحظة فقط، من بعدهن نبين لكم هذا الشيء اللي نقول لكم، لا شطيح ورديح في الشارع ولي الأرداف وتقديم الأرداف، تقديم السلعة المخزنية في الشارع العام. هذا عمدة بلدية سان دوني بمجرد أن سمع سعيد اللاشرف بأنها تنادي ولا تشكر الرئيس ماكرون، يعني تشكره في العلن بحضور أعضاء البلدية وبحضور مجموعة من المسؤولين، فصعد للمنصة وأخذ الميكروفون واحتج على المنظمين، احتج عليهم، قال لهم بأنه احنا لن نسمح أبدا بأن يستعمل هذا المكان للدعاية السياسية، نحن هنا جينا لحدث ثقافي ويجب أن نبقى في مجالنا الثقافي. وفي اليوم الموالي أغلق الجناح، البارح راه بغلقوا الجناح. إذا اللي يخليكم تشوفوا بعض هذه المشاهد اللي هي قصيرة جدا. إذن هذا عمدة بلدية سان دوني محمد جانبالي. شوفوا ردة فعل، شوفوا ردة الفعل. خليكم تشوفوا، أنا نرجع معكم من البداية لهذا الفيديو. العياشة أنا نعرف بأنكم منزعجين، شيء طبيعي. العياشة شوفوا محدكم كم تابعوا سيدكم محمد راضي الليلي، معناه لأنه يؤثر فيكم، وعارفين بأنه هذه الأمور كلها تضربكم في العمق. وفعلا هذه الحقيقة، هذا شنو، هذا جناح مغربي مخصص للثقافة، ما عنده علاقة بالسياسة. اللي يبغى يعدل السياسة يمشي للزريبة يعدل السياسة، يجمع ذوك بقايا حفدة ذوك اللي مشاو للمسيرة الكحلة من الجوعة والمقطعين عائلهم، ويخطب عليهم إلى بغداد. ولكن باش يجي يقول فرنسا بأنه باغي يعدل الجناح ثقافي وبعد يحولوا للسياسة، يقول الصحراء مغربية، الصحراء مغربية، هذا راه ينقال له الغش. وهذا راه عندهم بلاد ديمقراطية، هذو ما عندهمش الزريبة، هذو راه ماشي زريبه، هذو راه عندهم ناس يراقبوا يشوفوا، وعندهم دوله، هذو راهم بناوا ديمقراطيه، هذو راه ما يسمحوا لحد على انه ينتهك لهم الديمقراطيه. كنتوا الا كنت بغيتوا تعيشوا بحال الحيوانات، عيشوا بحال الحيوانات في المغرب، عيشوا في كالحيوانات في المغرب، ليس تنقلوا الحيوانيه لبلدان الاخرين. الحيوانيه راه ما كاين حد يسمح لكم على انكم تجيبوها لبلدان الاخرين. انتبه، حتى التيك توك الناس عدروه مواقع التواصل الاجتماعي، سماوه موقع التواصل الاجتماعي، ثم عديت حولتوه لمكان السب. انتم التيك توك ولا فيسبوك ولا اي موقع اخر
جابوه الناس خدموا عليه باش يعدلوه موقع للتواصل الاجتماعي، انت تعبر فيه عن رأيك والآخر يعبر فيه عن رأيه، انتم رديتوه مكان لحلبة الملاكمة، جداتك عمتك خالتك جداتك عمتك خالتك، وأنا أناقش معك أقول لك حدث حولته من ثقافي إلى سياسي، تقولي جداتك عمتك خالتك، وش هو موقع التواصل الاجتماعي حد خل ردوه الناس لجداتك عمتك خالتك؟ وبالتالي راني بلوكيت ياسر من اسمه هو، ومازال مثلا مازال بلوكي، ما عندنا حتى مشكل، ما عندنا حتى مشكل بسبب. إذن ماذا حدث؟ ماذا قال عمدة بلدية ساندوني؟ قال لكم بأنه لن يسمح بممارسة السياسة في هذا الجناح، وبالتالي أغلق هذا الجناح بالأمس. هناك مغربية سولتنا قالت إن سعيدة شرف هل هي هي صحراوية؟ هل هي صحراوية أم مغربية؟ أولا سعيدة شرف أول شيء بعد الشعب الصحراوي ما يسمي سعيدة، سعيدة ما يسميها من الأسماء الشخصية، ما يسمي سعيدة. ثانيا سعيدة من قلعة السراغنة سرغينية، ما عندها علاقة بالصحراء الغربية، كبرت في الصحراء الغربية ممكن، تعرف شوية من الحسانية ممكن، أو يستعملها النظام باش يضحك عليكم، تستعملها الأجهزة المغربية المخابراتية باش تضحك عليكم، تقولكم هذه هي الصحراوية، تقولكم راعي الصحراوية، هي صحراوية معانا، وهي راهي ما هي صحراوية، هي مغربية وتنكرت لأصلها، تنكرت لأصلها، ومنين تنكرت لأصلها ضاعت قضيتها. هي تغتني على ظهركم انتوما، شفتوا السيارة اللي جات بها مؤخرا كم تسوى؟ ما كان شي 300 مليون، هذه كان عدلتها من 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 هذه الوطنية المزيفة، هذه الوطنية المزيفة اللي تنبع لكم انتوما وتجون وطني عايش الملك عايش صحراء مغربية، هي تدخلها دراهم تردها فضة فلوس وشري بها السيارات شري بها الديار، وانتوما يشيط لكم تعرفوا شو يشيط لكم الوطنية قال لك الصحراء مغربية. لو كانت الصحراء الغربية مغربية ما كان أصلا يعدلكم نظام هاي الطرق الخطيرة باش يضحك عليكم، لأن هاي قالها الديماغوجية، هذه الخدمة اللي يخدم لكم المخزن يخدم لكم خدمة الديماغوجية، يلعب عليكم يدوخكم، وانتم وانتم متابعين الوطنية، هذه هي الوطنية، والوطنية في سعيدة شرف هي الصحراء الغربية إلى بغير يربحها المغرب، وش يربحها فوق منصة جايب لها سعيدة شرف؟ المغرب خاصو يربح الصحراء الغربية في الأمم المتحدة، خاصو يربحها في الميدان عسكريا، خاصو يربحها إعلاميا. هنا فاش خاصو يربح المغرب الصحراء الغربية؟ ماشي يجيب لك سعيدة شرف قابض على ظهرك انت الملايين باش تجي تغني لك انت وتقول لك الصحراء مغربية وخلاص، وصايلي تتحول لك انت الصحراء الغربية الى مغربية، يعني لا تعالي انت لهذه الصحراء وعيشي فيها ساعتين ولا ثلاثة وهي تدي الفلوس وترجع انت للدار وتتحول الصحراء الغربية الى مغربية. وهذا هو احنا اللي نفهموكم، ولكن ما بغيتوا تفهموا، احنا ما عندنا حتى مشكلة معاكم، ارقصوا والله شطحوا والله قلعوا لباسكم والله لبسوا لباسكم والله، احنا ما عندنا مشكل، لكن هذيك الارض راهي ما هي ارضكم، هذيك الارض راهي ما هي ارضكم، وراهم واحدين باغيين يقلعوها من اهلها، ولكن يستعملوكم انتم غطاء، انتم يستعملوكم بحال السلاح، من الساعة اللي بدأت مشكلة الصحراء الغربية وانتم كمغاربة تستعملون في الموضوع، وانت ما عندك حتى علاقة بالموضوع، ما تربح منها لا جات الصحراء تعود مغربية ولا غربية، شي تربح منها لا شيء، انت تمشي تخلص في هذاك ستوند تخلص 20 أورو ولا 30 أورو باش تدخل، وهم يجيبوها لك ومراهم أصلا عندهم صناديق السوداء باش يخلصوا هذا الشيء، ويجيو يضحكوا عليك وترجع لدارك.
ومعاهم العملاء، معاهم العملاء والعميلات، الناس اللي حتى هما يبيعوا ويشتروا معاهم، واش جايين معاهم في سبيل الله؟ على سعيدة شرف جايين في سبيل الله؟ على هذوك اللي تجبرهم يستقبلوهم في مونتلاجولي مثلا، والله يسكنهم في ديارهم، العميلات اللي موجودات الصحراويات اللي هنا في فرنسا، واش يخدموا معاهم في سبيل الله؟ لا هاك، لا لا تجيبهم للدار وتوكلهم وتشربهم من مالها الخاص، لانها مؤمنه بان الصحراء مغربيه. ابدا، راه كل شيء مخلص. وهذا الشيء باش يقلعوا الصحراء الغربيه من اهلها. ولكن هيهات. اذا نكملوا الفيديو ونوقفوا عند كلمه عمدة بلديه ساندون. مرحبا استاذ الصحراوي. لأن سعيدة شرف، سعيدة شرف واش جاية تغني ولا جاية خدامة مع برويطة المخزن في نظركم؟ هذا موقف سياسي، موقف سياسي خاص الناس السياسة هما اللي يتكلموا فيه. اش دخل هي؟ هي الشيخة جاية ترقص وتمشي، جاية تهز عليكم أردافها وتمشي. اش دخلها هي في ماكرون والله؟ اش دخلها هي في ماكرون؟ ما علاقتها هي بماكرون؟ هي الشيخة مخلصة باش تهز ردافها كيف يهزوا الشيخات ردافهم في المغرب وخلاص. دخلها في السياسة. المشكلة على انها خلقت مشكلة، جات تحل مشكلة، جات اسمه هو خلقت مشكلة للجناح المغربي. اذا شو وقع؟ انها قبضت الميكروفون تقول لهم نشكر ماكرون. شكون انت تشكري ماكرون؟ الصحراء الغربية ترى الماكرون تبقى على بالكم غبية؟ علاه الصحراء الغربية عن ملكية شخص يعطيها للمغرب؟ لو كانت الأرض للمغرب اللي يطلبها هو من ماكرون ولا من غير ماكرون، خدموا شوي عقلكم. هي لو كانت هذه الأرض مغربية يمشوا يطلبوا الصدقة عند الدول، اعترفونا اعترفونا، اللي أرضه راهو أرضه. إلى عاد أرضك ودارك وملكك ما تنتظر حد يعترف لك بها. ثانيا هذاك اللي يعترف لك بها خصو يملكها، إيش يعترف لك بها؟ كيفاش هو ما يملكها؟ ما عنده بها علاقة، ما هي داخلة في ممتلكاته، ليست من ممتلكات الجمهورية الفرنسية، ما عندها علاقة بالتراب الفرنسي. يعطيها لك أنت مسؤول فرنسي، ولا يعطيها لك، تعطيها لك دولة، ولا تعطيها لك مؤسسة ما عندها علاقة بالموضوع. هذيك الارض راكم تطيروا تنزلوا ترجعوا للشعب الصحراوي، طيروا تعرفوا الطيروا تشمتوا حتى للشبة السابعة، تمشوا تقبضوا شي فضاء، شي قمر اصطناعي من هذوك الاقمار الاصطناعية اللي عند سيدكم، طيروا به للسما السابعة باش تحولوها مغربية بلا ما ترجعوا للشعب الصحراوي. ما كملت تحولوها الى 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 الى, إلى مغربية. لا بد أن تعترفوا بالشعب الصحراوي. إلا ما اعترفتوا بالشعب الصحراوي وما وقعدتوا مع الشعب الصحراوي وتكلمتوا مع الشعب الصحراوي واحترمتوا الشعب الصحراوي، لن تحصلوا على الصحراء الغربية. وما قلت تحصلوا عليها لأنها ليست أرضكم. احنا نخلوكم هكذا من حفرة لحفرة، من مشكلة لمشكلة، من فضيحة لفضيحة، تخسروا فلوسكم وتضحكوا على الشعب المغربي وتدلسوا عليه كيف ما عدلتوا له في 75. احنا نحاولوا على اننا ننقذوا الكثير من الناس يوعى، وفعلا راهم كاينين ناس كثيرون اللي عادوا يعلقوا، اللي كاملين يعني يعترفوا. هناك على ما اعتقد
إلى ما خفت نكتب التعليق قدامي، يقول لي كثر من هذه اللايفات كي نتعرف على القضية الصحراوية. شخصيا كنت مرات أتساءل ما دخل الجزائر في قضية هي ليست طرفا فيها، أما الآن وبعد متابعة هذه اللايفات أصبحت مؤيدا بل ومناصرا للسياسة الجزائرية ضد المستعمر المغربي. من يساندني يضع لايك. هذا راه مغربي، هذا مغربي، اقتنع وفهم، لأنه سهل تبقى تلعبوا عليه كليشيهات والعناوين مع الشعب المغربي، ولكن بمجرد الإنسان يوقف عند التفاصيل أه يفهم، إلا بغى يفهم راه ولا يفهم. إذا الناس نكملوا مع رئيس البلدية. مغربية صحراء مغربية. حتى نطقكم لهذه الكلمة خاسر، حتى نطقكم لهذه الأرض اللي تتكلموا عنها نطقكم خاسر. صحراء مغربية هي ينقالها الصحراء الغربية، ينقالها الصحراء الغربية، مين قالها الصحراء المغربية؟ وانتم باغين تقلعوها من اهلها لما تبيدوا الشعب الصحراوي كامل. هذيك الساعه عدوها، لما تبيدوا كل الصحراويين، مراه راجل شيباني صغير كذا، هذيك الساعه جروها ودوها معاكم. ولكن احد صحراوي واحد في الحياه والله ما يسمح لكم بها. اللي هنا اقرا عليكم فقط اخر جمله في البيان، لانه عمده ساندوني اصدر بيان طويل فيه صفحتين، هو هذا يعني أصدر بيانا كبير. هذه الصفحة الأولى من البيان، وهذه الصفحة الثانية من البيان، إذن هذه صفحتين. إذن يعني خرقت لهم قوانين البلدية، جيتوا تعدلوا لهم بلطجية الزريبة، جبت لهم البلطجية هنا في فرنسا. لهنا أقرأ عليكم فقط العبارة التالية، لأنه قال بأن بلدية ساندوني ترفض أن تتموقع في كل الحالات مع أي موقف من قضية لا زالت مطروحة فاش في السياسة العالمية، في السياسة العالمية. إذن هو يرفض على أنه باش نتوما تجو تدخلوا له البلدية، بلدية ساندوني، في هذا النقاش اللي هو مطروح دوليا واللي لم يحسم بعد في مشكلة الصحراء الغربية، وتقبضوهم نتوما وتدخلوهم وهم دخلوا البلدية معاكم كطرف. لما نقولوا النقاش الدولي، شنو معنى النقاش الدولي؟ شكون اللي استطاع لأنه يرد قضية الصحراء الغربية قضية نقاش دولي وقضية شرعية دولية؟ المغرب راه عنده أساليب واحدة، المخزن عنده طريقة واحدة في الدفاع عن قضية الصحراء الغربية، البلطجية والشطح والرديح والأموال والبيع والشراء، هذه الطرق اللي يستعمل نظام المخزن باش يقلع الصحراء الغربية من أهلها. القضية الصحراء الغربية من وجهة نظر الشعب الصحراوي هي قضية مطروحة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار. نشوفوا واش قال واحد من أبواق المخزن هنا في فرنسا، ماذا قال الموضوع. هو ردها فضيحة، هو بدل على أنه يكون هو صادق مع نفسه ويتكلم عن الموضوع من وجهة نظر القانون، هو عايش في فرنسا، أردها هو فضيحة لفرنسا. واش من فضيحة للمير ديال فيل سندوني سد لو ستاند ديال المغرب من بعد ما غنات المغنية المشهورة سعيدة شرف؟ خصكم تعرفوا بأن نهار الخميس اللي فات المغنية الصحراوية سعيدة شرف غنات في واحد الحفل اللي كان في فيل سندوني في النواحي ديال الفيلاج أولمبيك، راكم عارفين بالمناسبة ديال الألعاب الأولمبية في مدينة باريس. مهم، من بعد ما غنات وفي الأغنية ديالها قالت الصحراء مغربية بكل افتخار. الوطنية، وفي مجلس مع الغرب، وفي العالم،
سي الرئيس ماكرون بالاعتراف ديالو بالصحراء المغربيه. هادشي ما عجبش بزاف الناس اللي كانوا تما، منهم المير ديال ليل سان دوني، ودار بلاغ من بعد في لي ريزو سوسيو ديالو، واعلن بان غادي يسد وسد هاد لو ستاند ديال المغرب. كتعرفوا بان هاد المير ديال ليل سان دوني اللي هو سميتو محمد قنبالي هو قريب بزاف الجزائر، لان الزوجه ديالو جزائريه. قريب هو الجزائر لأن زوجته جزائرية. يا سلام يا سلام يا سلام، صح. وعيطت له زوجته هذيك الساعة في السهرة، عيطت له زوجته قالت له وقف عليا هذاك الشيء، صح. هذا اللي قلت لكم يضحكوا على الحمير، يضحكوا على واحدين قال لك عايشين في فرنسا، واحدين قال لك عايشين في فرنسا. شنو عايش في فرنسا انت؟ انت جسدك عايش في فرنسا، ما عقلك راه في الزريبة. انت اللي مازلت تسمع الكلام هذا، تسمع هذا الكلام، ولانه خدام زوجته جزائريه، محمد راضي اللي خدام مع الجزائر، هذاك خدام مع الجزائر، هذاك تخلصوا الجزائر، مشكله الصحراء الغربيه سببها الجزائر، فاعل الجزائر، قالت الجزائر، جد الجزائر، شنو الجزائر والله مات الجزائر. واش انتم قدمتوا طلب باش تعدلوا الثقافة ولا تعدلوا السياسة؟ وتعدلوا السياسة، قولوا بغينا نعدلوا السياسة، قولوا حنا بغينا ندرو جناح للسياسة. هيك الساعة اللي يقول لكم موافقين ولا ما موافقين، تجي تقول لهم احنا بغينا نجيبوا سعيد الله شرف باش الناس تشطح، ومن بعد يقلبوها السياسة، وبغيتوا الناس تخليكم انتم تعدلوا البلطجية اللي بغيتوا. ومن بعد تقول الجزائر، قالت الجزائر، فعلت الجزائر. لا، هذه راهي بلاد القانون، هذه بلاد القانون. الى عدتوا انتم شايفين بانه هو قد خالف القانون، شدعوه، ارفعوا دعوى قضائيه. ولكن تختبئ وراء الجزائر، قالت الجزائر، فعلت الجزائر، كل شيء انتم عندكم صعب. الجزائر هذه قديمه 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 قديمه، هذيك راهي اسطوانه، راهي مشروخه. جيبوا لنا الجديد، خلقوا لنا شيء جديد، جيبوا لنا شي دولة أخرى حتى هي، علقوا عليها فشلكم في موضوع الصحراء الغربية 20 عام ثانية ولا 30 ثانية. أما تبقى كل مرة الجزائر، قالت الجزائر، فعلت الجزائر، هذاك راه في الجزائر، هذاك راه مع الجزائر، هذاك راه يتخلصوا الجزائر، هذاك راه تدعموا الجزائر، هذاك راه تعطيه الجزائر. علاه الجزائر اللي تعطي الناس باش يدافعوا على قضيتهم؟ واش لو مير دو سان دوني اللي ينتظر التعليمات تجيه من الجزائر؟ واش انتم هبال ولا مسطيل؟ هذاك راه منتخب من طرف الفرنسيين، هذاك راه عارف المصلحة اللي تصلح للفرنسيين، هذاك راه ماشي هذوك الانتخابات اللي عندكم انتم في الزريبة يشرو فيها لك باش 200 درهم. هذاك راه مو طالع باللحم والبرقوق، هذاك راه هذاك رئيس بلدية، هذاك راه عمدة بلدية، هذاك راه الناس مصوت عليه، راه الناس اللي تقلعونها، الناس اللي تخليه فيه، ماشي بحالكم انتم الزريبة كاملة مشرية بالوزير بالمالك بالحمير بالبغال بالمدراء العام للمؤسسات برؤساء الرياضة، كل شيء عندكم انتم مشري، وبغيتوا تردوا ذاك الشراء والبيع حتى هو في فرنسا وفي كل مكان حليتوا به، سبحان الله. بغيتوا تعدلوا منطق البلطجية، ذاك الشيء اللي مكان له، يا إما نفرضوا احنا ذاك الشيء اللي بغيناه، يا إما نقلبوها الجزائر، أقربوها الجزائر، شو لا يفيد لكم؟ المهم على أنه فضحتوا في العالم، فيديوهات راهي تتسكع، والبيان صدر، وراه موجود في الصحافة، والجناح انغلق. يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت. كمل ها؟ وما هي اللي دفعته لهذا القرار؟ مغربية بسعيدة شرف. باش تعرفوا راسكم أغبياء، ولهيتم أغبياء إلى أن تستفيقوا من مشكلتها من هذا الدوخة، دوخة مغربية الصحراء. يتموا معكم حنا لين تستفيقوا، لين تحلوا عينيكم في موضوع الصحراء الغربية، لين تموا ننتشلكم واحد واحد واحدة واحد واحدة واحد حتى تحلوا عينيكم باش تفهموا بأنه لا يوجد شيء قالوا مغربية الصحراء، مي كاينة
لا في الأمم المتحدة ولا في الاتحاد الإفريقي ولا في المحاكم الأوروبية ولا في أي مكان. فرنسا هذه اللي انتم فيها الآن راني يتم نقول لها الصحراء الغربية في وسائل إعلامها. إيه باش تعرفوا انتم خدموها شوية عقلكم. قالوا لكم اعترفوا بها، شوفوا وسائل الإعلام الفرنسية واش تسميها الصحراء المغربية ولا تسميها الصحراء الغربية. شوفوا التي اف ان واش تسميها الصحراء الغربية الى 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 سماتها الصحراء الغربية، شي تسموها انتم؟ شي تقولوا؟ الى سموها الصحراء المغربية نقول لكم برافو، بعد على الاقل راكم حررتوها في التلفزيون الفرنسي. لماذا؟ لانكم انتم هوائيين عاطفيين، انتم تابعين العاطفة. هذا الشيء ما يبغي العاطفة، هذا الشيء يبغي العقل. تبغي خاصك توقف على الوقائع التاريخية. من بعد سمعكم هذاك الزكتور نور الدين بن الحداد باش نفهموا علاش نتكلموا. لانه انتم هذه الصحراء بغيتوا تحولوها الى مغربيه، ولكن خاصكم التاريخ يكون معكم. التاريخ هي باش تكون مغربيه خاصها تكون تاريخيا كانت مغربيه. وحنا على هذا طرحنا عليكم السؤال، قلنا لكم بماذا هي الصحراء الغربيه مغربيه قبل 75. قلنا لكم السؤال، اعطونا الحجج. لو كانت عندكم الحجج التاريخيه شي تعدلوا، سكتونا ليه سكتونا؟ ليه سكتونا؟ يجيبوا لنا تقول لنا الحجه الفلاني، الحجه الفلاني، الحجه الفلاني، الحجه الفلاني. وهذا الحجج قبل ما تجيبهم لي انا تعود مشيتوا بهم انتم الامم المتحده ومشيتوا بهم المحكمه طلع هاي. ولكن نقولها لكم، انا نقول لكم هذا الشيء اللي ينباع لكم، اللي ينضحك عليه ينضحك عليكم به، مشابه الحسن الثاني في الله الله هاي. سبق يمكن ما يخلق كم من حد منكم انتم في المغرب. شابه الحسن الثاني الله هاي، وقدموا وجاب له المحاميين وعدل له الترجمة واجتمعت المحكمة 16 قاضي وفوتوا سنة هما يقلبوا هذوك الوثائق، سنة وهما يدرسوا هذوك الوثائق، ومشاو لبنو خلدون ودرسوا ذاك الشيء كامل، وجاو قالوا للحسن الثاني، قالوا له ما هذه الأرض ليست أرضك. المحكمة، المحكمة ماشي أنا. ايوا المحكمة قالت له ما هي ما أرضك، سعيدة شرف قالت له أرضك. يا سلام، ايوا شنو نتبعوا سعيدة شرف ولا نتبعوا المحكمة لهاي؟ شنو نتبعوا؟ سعيدة شرف؟ نتبعوا محمد حاجيب حك جر؟ دقتم نتبعوا حاجيب؟ ليت تدوا انتم الصحراء الغربية بحاجيب؟ حنا يا اما نتبعوا المحكمه اللي انتم بنفسكم مشيتوا لها وديتوا لها وثائقكم، والله نتبعوا الى عاد الله حك جر كاع ما تصدعوا راسكم بالمحكمه. علاش ماشيين للمحكمه؟ تم فرخوا لكم في الفنانين والمغنيين اللي تم يقولوا للشعب الصحراء مغربيه وخلاص. ولكن الحقيقه شيء اخر، التاريخ شيء اخر، الواقع شيء اخر. التاريخ ما يمكن يتزور، ما كاين حد يقد يزور التاريخ. انا ما قد نزور التاريخ، انتم ما تقدوا تزوروا التاريخ. انتم بانفسكم ما عندكم تاريخ في موضوع الصحراء الغربيه. واش بقات في صحراء تعدل صحراء في سان دوني وتتحولك الصحراء الغربيه الى مغربيه، تعدل وحده ثانيه في ايبيني سور سان وتحولك انت الصحراء الغربيه الى مغربيه. ها تجيب فنان ولا تجيب شيخه ولا كذا تهز اردافها على الشعب، صاي خلاص تتحول لك الصحراء الغربيه الى مغربيه. هذا هو اللي نحن نخاطبكم فيه باش تفهموا بأن كل نظام يكذب عليكم، مجند باش يكذب عليكم، مجند باش يضحك عليكم، مجند باش يزور لكم الوقائع والتاريخ. وحنا رانا مازلنا نتحدي الأساتذة والدكاترة والباحثين في المغرب، قلنا لكم يلا أعطونا باشية مغربية قبل 75. من بعد تسمعوا نور الدين الحداد قال لك باشية مغربية. نسمعوا. يتساءل عن الصحراء المغربية قبل سنة 1975. طبعا تكلموا عن هذا، هذا سؤال ديال القرود. لحظة لحظة، تكلموا على هذا أكيد عرفتوه. الزكتور درك هذا هو باكورة التاريخ في المغرب. هذا هو الزكتور رقم واحد في المغرب، هذا أكبر زكتور في المغرب. يعني هذا المغرب كامل 40 مليون مغربي بجامعاتها المحمدية الدار البيضاء فاس هكذا كذا، هذا هو الزكتور الوحيد في المغرب اللي الآن يعني مدفوع
زكتور يشرب شراب 24 ساعة على 24 ساعة، 24 ساعة على 24 ساعة. زكتور سكران 24 ساعة على 24 ساعة في بلد أمير المؤمنين. طبعا هو ماشي على نهج سيدو، مش فيها عادي جدا. أمير المؤمنين يسكر في باريس، هو يسكر في المغرب ويسكر في باريس إلى جاب الله جل باريس، ويسكر في الداخل المحتلة كيف ذاك النهار يمشى للداخل المحتلة، حطوا له طابلة من الشراب، ما يشرب لا يشرب. قال لك يجي هو حاضر في القبائل الصحراوية، جايبته المخابرات المغربية للداخل المحتلة باش يحاضر. قال لك هو في التاريخ، هو يعطي للصحراويين تاريخهم هما، باش تعرفوا كيفاش نقلبت الآية. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، صدق الله العظيم. إذا نسمع هذا الزكتور بماذا يرد على السؤال محمد راضي الليلي. الحمد لله، هذا لي فخر، هذا فخر لي أنا، هذا فخر، هذا فخر أن يصبح سؤال بسيط مطروح عليكم من 1975. بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75؟ للفخر أن يصبح مصدر إزعاجكم، ويصبح السؤال مطروح هنا وهناك في الجامعات وفي القهاوي وفي المنازل، ولا أحد يستطيع أن يجيب عليه. شي قال لك جداته، شي قال لك عمته، شي قال لك التلفزيون، شي قال لك التاريخ. اعطونا رمز السؤال مطروح، نسمع ماذا يقول الزكتور بالحداد. اسمعوا لغة الزكتور في المغرب. يتساءل عن الصحراء المغربية قبل سنة 1975. هذا سؤال ديال القرودة اللي حدانا. اسمعوا الزكتور يقول، يصف بلد كامل اللي هو الجزائر، يصفه بالقرودة. هذا هو مستوى الدكتور في المغرب، هذا هو المؤرخ في المغرب، هذا المؤرخ. درك انا نسولك انت العياش ولا العياشيه، انا مسولكم انتم بكل تجرد. حاول تجرد من راسك وشوف واش هذا الدكتور مثلا لما يقول لك على دوله اخرى يقول لك القرود، واش انت تقد تصدق والله تكمل كلامك معه مثلا. انا ماني دكتور، انا ماني مؤرخ. هذا راه يمثل المغرب، هذا يمثل الجامعه المغربيه، هذا جاي باش يدافع على أطروحة دافع عنها دولة كاملة بمؤسساتها. كان عليه يكون محترم جوابه. اش فيها ياك انت عندك طرح محترم، ياك عندك معلومات تاريخية، لاش تفجر؟ بلا ما تفجر، جاوب بكل احترام باش الناس تسمعك ويبقى في كلامك متداول ومسموع، واللي سمعوا يقتنع به. اش فيه القرود؟ والله مات القرود. صحفي طرح لك سؤال، هذا راه حوار صحفي. واحد ثاني يقول لهم الحلاليف، واحد ثاني يقول لهم الفيلة، واحد ثاني يقول لهم القرادة، واحد يقول لهم الكلاب، واحدين كذا. شنو هو دافعتوا مثلا؟ انتم دافعتوا عن المغرب، هذا اسلوب، هذا هو اسلوب الدفاع عن المغرب. انت ما تمثل راسك، انت الا كنت تشوفهم انت كزكتور تشوف الجزائر كذا وكذا، ما خاصك تتميز. كاين كلام تقولوا هنا وكاين كلام تقولوا هنا، الا حنا نمشي للقنوات الاجنبيه نقول لهم صاحب الدجاجه، ما نقول لهم صاحب الدجاجه، نقول لهم ملك المغرب احتراما للقناه. ولا نقول لهم الزريبه، نو الزريبه نقولها في لايفي، ولكن ملي نمشي قناه اجنبيه لا، نحترم القناه، نحترم المشاهدين. انت واشني بحال الحيوانات. الزكتور كيف الجاهل، ربما الجاهل احسن من الدكتور عندكم انتم في المغرب. لما يجي هو يقول لكم القرود شنو؟ مشات حجتك باتت عندها حتى قيمه. كل ما ستقوله بعد ذلك لا قيمه له، عنده حتى قيمه. كمل. هما عارفين الجواب اللي كاين. اشنو هو؟ شكون اللي كان في جيش التحرير؟ شكون كان في جيش التحرير؟ شكون هو جيش التحرير؟ شكون هو جيش التحرير؟ مالكي؟
مغربي. حتى وجه انتوما ما خالق شي حركه مقاومه ما نسبتوها لروسكم. انتوما قاعدين لي انا فهم تسرحوا البقر وتسرحوا الغنم ومقابلين الجهل وتنشروا الجهل، والناس تقاوم والناس تناضل والناس تضحي والناس تستشهد والناس كذا لين يكملوا الناس نضالهم وتنسبوها لروسكم. هذوك اللي يجاهدوا في موريتان حتى هما عادوا مغاربه. ذوك اللي جاهدوا في الصحراء الغربيه ضد فرنسا وضد اسبانيا حتى هما عادوا مغاربه. ذوك اللي جاهدوا ما نعرف مشي من دوله اخرى حتى هما عادوا مغاربه، حتى يكملوا جهادهم ينسبوهم لروسهم. ذوك اللي كانوا في الريف، شكرا على التنبيه، ذوك اللي كانوا في الريف وناضلوا من اجل يحرروا وطنهم حتى هما حتى يكملوا. يجيك مغربي جالس يشرب اتاي والنعناع ويقول لك نعم وكانوا مغاربه. انت منين انت منين كنت انت اين كنت؟ اش عطيت انت؟ اش عطيت؟ هذيك راهي سهل. نبقى ننسب انا راسي اي مقاومه في مكان في العالم ننسبها انا راسي. لا انت منين كنت انت؟ جدك منين كان؟ ما عندك نظام. جيش التحرير ليس مغربيا، وجيش التحرير من قضى عليه؟ جاوب على هذه الأسئلة. جيش التحرير الذي قضى عليه هو الملوك العلوية. شكون اللي قضى على جيش التحرير؟ هو سبحان الله في نظرك أنت جيش التحرير مغربي، واللي قضى عليه هو النظام السياسي في المغرب. سبحان الله. جيش التحرير الناس كانت مقاومة، لا كل واحد شاف بالنسبة له هذوك راهم جايين باش يحتلوا أرضه ويقاوم، ما بالضرورة مأطر ولا يكبس وكبس. راهو سينيال شديد، راهو سينيال شديد 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 جدا، لدرجة أن الصورة تتحرك في مكانها. أبو زعتر شخصيا ما نحب نسأل. نكملوا مع الدكتور. في 56 شكون؟ 56 مرة. شكون اللي جرى على الفرنسا؟ شنو هو اللي في 56؟ هذا راهو الدكتور. الدكتور 56 وخلاص. شنو وقع 56؟ قول لنا شو وقع 56؟ ما تقدر توقف على التفاصيل. انت تعطيهم بحال شوف خيخي، انت تتكلم معاهم كيف لغه شوف خيخي. بس كنتم كاملين خريجي مدرسه واحده، كلكم تعلمتوا على يد مدرس واحد جاهل، هو المدرس الحمار في المغرب الذي درس وانتج الثقافه الحميريه. شنو هي الثقافه الحميريه؟ العناوين. جيش التحرير، يسمع واحد جيش التحرير تم هو يتخيل ما عنده هو، ويبني الاحداث ويحط لك المعارك على هواه كيف بغى، وينسبها الى اي جهه اراد هو. وبعدها منين يلحق 56 يقول لك لا 56، ولكن ما يوقف معك على التفاصيل. 56 ماذا حدث؟ اعلنتوا استقلالكم؟ اعلنتوا استقلالكم بدون الصحراء الغربيه؟ نعم. وعلاه اعلنتوا بدون الصحراء الغربيه؟ اعلناه بدون الصحراء الغربيه لان الصحراء الغربيه ما هي تابعه لنا. ايوا لا تصدعين الناس جايبين لنا سعيد اللقارف وجايبين لنا الشيخات والرقاصات والشطاحات جايبين لهم لنا لفرنسا باش تقولوا الناس تقول لهم الصحراء مغربيه. يلا انا هذيك الارض اللي قالها الصحراء الغربيه لما اعلنتوا الاستقلال في 56 ما قلتوا نحن نعلن استقلالا جزئيا لانه مازال عندنا اراضي محتله في المكان الفلاني، محتلتها الدوله الفلانيه، وتجندوا يا الشعب المغربي باش تدافعوا عن هذيك الارض. ماشي بهز يا وز تدافع عليها انت بالشيخات. اسست جيشك اللي هو القوات المسلحه الملكيه، على هذا القوات المسلحه الملكيه ما تحمل السلاح وتمشي تدافع على ارض الصحراء الغربيه المحتله. 56 ما باسكو ما يهرضك بكل بساطه، ما يهرضك باش يثبت لي بان ارضك. مشيت 1963 هاجم على الجزائر حرب الرمال، عندك الجيش
أولى به أرضك المحتلة المزعومة. غير هالشي ما تقدو تقولوه، هالشي ما تقدو تقولوه في المنصات لما تكون سعيدة لا قارف طالعة ترقص والله طالعة تبين لكم مفاتنها، ويقبض واحد منكم الميكروفون يقولها اللهم إن هذا منكر يا السعيدة لا قرف، تضحك علينا كيف ما يضحكوا علينا هذو اللي ينظموا لنا السهرات وقالوا لنا الصحراء مغربية. ما فيكم واحد يقبض الميكروفون يقولها إن اللهم إن هذا منكر، دخلنا في موضوع احنا ما عندنا به علاقة، مجيشينا باش تستفدوا انتم من ثروات الصحراء الغربية وتضحكوا علينا احنا بالسهرات، تضحكوا علينا بهزية وز. ولكن شو نقول لكم، ني كل شيء ثقافة القطيع، ثقافة القطيع، يلا رقص وصافي ورجع للدار. الأوطان اللي تتحرك تحرر لك بالسهرة، تحرر لك بالرقيص. ولا الصبا اليوم المغرب ما يعرفوش لهذا كيجي هذا السؤال دابا ديال العنترية ديال الخوة ديال الجزائريين تيقول ماشي العنترية، هذا هو السؤال اللي قايم عليه مشكلة الصحراء الغربية. جاوب بلا فلسفة، بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل 75؟ ما عندك؟ كنت قبل 75 الجواب كان مسألة بسيطة. جاوبنا معركة ديال الطريق. معركة ديال معركة الطريق. معركة الطريق، معركة الزنقة، معركة الواد، معركة الغابة، معركة الكهف، معركة الدرب، معركة الدريبة، معركة ايش؟ معركة البغرير. بالله عليكم، بالله عليكم واش ما تحشموا؟ انا راه والله انا نستغرب كيفاش ما تحشموا انتوما، انا نستغرب كيف ما تحشموا انتوما مخلينها بالصوت والصورة. كيفاش انتوما ضحكة في العالم، ضحكة في العالم. يقول لكم الناس اعطونا المعارك، تقول معركة الطريق، معركة الطريق شنو؟ بالله عليكم قد تسمع حد من معركة الطريق؟ يا سي الحمين، معركة اللوبيا. والله ما تحشموا انتم، والله ما عندكم دم لفوجاكم، والله ما عندكم دم فوجاكم. عرفت شكون صنعكم انتم سبحان الله؟ واش صنعتوا نفس الماكينه اللي تصنع البشر؟ والله صنعتكم شي ماكينه اخرى بلا حشمه بلا حياه، بغيتوا تدوا الصحراء الغربيه بالسيف بالكذب. وتوه انا اللي ما فاهم، انا لمن تقجوا هذا الكذب، لمن توجهوه؟ شكون اللي سامعوا منكم؟ اللي سامعوا منكم راه ولا كيفكم تماما، يشبهكم حمار حتى هو ذاك، هذا الدكتور حمار، وهذاك اللي يسمع هذا الكلام حمار، وذنيه كبار. عفوا، معركة الطريق، ايه معركتاش؟ سمعوا اش يقول لي، يقول لكم لعيون السمارة، بوجدور، معركة البوجدور. قال سمعتوا معركة بوجدور؟ معركة راك لهي يمشي للمدن الصحراوية كاملة. وطبعا الحمار اللي حمار في المغرب لهي يسمع هذا الشيء اللي يقول والله كاين المعارك. شوف تبارك الله، كاين معركة العيون، كاين معركة الطريق، كاين معركة بوجدور، كاين معركة السمارة، كاين معركة. إذن هذا محمد راديلي خائن، إذن هذا محمد راديلي خائن، هذا وجب إهدار دمي. يكذب علينا، يقول لنا الصحراء ما هي مغربية وهي مغربية. شوف الدكتور هذا قالنا مغربية، وصاحب الدجاجة قالنا مغربية، وسعيد الله شرف قالت لنا مغربية، وحاجيب حتى هو قالنا، وستاتي حتى هو قالنا مغربية، والحوات حتى هو مع جاب الكمانجة وقالنا مغربية، وهذاك محمد راديلي اللي قالنا ما هي مغربية. إذا هذا محمد راديلي اللي هو الخائن، هذا هو الخائن، جيبوه دارو دمه، دموه حلال.
معركة الدخلة. معركة الدخلة. لا ماشي هو. سمعتوا انا قلت لكم اللي هي تجول بين المدن. معركتاش مالي حتى هي معركة العيون. معركة العيون. رجعت مشيتوا كيفاش لحقتوا الداخل لحقتوا بوجدور والداخلة ورجعتوا رجعتوا للعيون. هذو كامل اللي كانوا حاضرين السهرة ما تلاقوا قادين يعلقوا سكتوا. العياشة منين يسمعوا الحقيقة يسكتوا يقبضوا يديهم ينشلوا يجيهم شلل. الله يعطيكم الشلل في هذوك الأصبع إن شاء الله. قالنا معركة بوجدور معركة الداخلة مشاولات داخلة لا بين العيون والداخلة 630 كيلومتر 630 كيلومتر هيك ساعة ما عرف كانوا فاش يمشوا واش يمشوا على يمشوا على الحمير والله هما عندهم لا الحمير أصلا هما الخيل ما يعرفوها واحد تجبروا عنده فرس وسط 200 ألف نسمة واحد ولكن الحمير ما شاء الله ها الحمير البشر ها الحمير الحيوانات اللي بغيت ها حمير محمد السادس ها حمير الحسن الثاني تخيل وكاين حمير محمد الخامس عفوا كاين حمير محمد الخامس هذوك افضل كانوا بعد على الاقل اذكى شوي من هذوك حمير الحسن الثاني المشكله قاع ضرك هذو التاليين هذو حمير محمد السادس هذو حمير قاع وحادهم هذو قاع ما عندهم قاع ذره من الذكاء حتى في 2024 تطور التكنولوجيا وجاي لسان دوني ولكن حمار يرقص في سان دوني حمار هو في فرنسا له 30 سنة والله 20 سنة والله 40 سنة هو في فرنسا ولكن حمار تم الأحمر قال لك الصحراء المغربية بسعيدة شارف ايوه معركة العيون معركة السمارة معركة الحمد لله شفتوا مشاو إلى بوجدور ومن بعد بوجدور مشاو للداخلة ورجعوا للعيون ومن العيون مشاو للسمارة ايه كملنا معركة الجيرة الأولى والثانية ما رجعتوا مالي للجيرة الجيرة الأولى والجيرة الثانية شكون اللي مات فيها شكون قول الناس شي أسماء من هذو الناس اللي ماتوا فيها شي مغاربة ماتوا في هذه المعارك ولا ما كنتوا تموتوا ما كنتوا تموتوا مساكن سبحان الله مختلفين انتم عن الناس انتم الشعب اللي ما يموت في المعارك سبحان الله ما تموتوا ما سبحان الله شنو يعطيكم محمد السادس محمد الحسن الثاني يعطيكم هيك الساعة شي يحفظكم من الموت ولا شو والله محمد الخامس دق لكم شي دقة ما تموتوا ولا شو الكذب شوفوا الكذب الزكتور هذا الزكتور ها معركة البلاية معركة تفودات معركة تجكجة معارك تجكجة طار هذا راه طار مالي مشى لموريتا طار موريتا يلا وانا قولوا لي انتم هادو صحاب الصحراء المغربيه وكذا يلا قولوا لنا هذا الشيء طار مشى لدوله اخرى مشى لموريتان الا تكذبوا على من تكذبوا سبحان الله يعني واش انتم حياتكم كامله يتموا تكذبوا على الناس ها مع قولة أنا مع السبليون ها؟ ورحنا جرينا على السبليون سمعني في عام 1957 مسحر جرينا عليهم ها؟ 1700 جرينا على السبليون هرب شكون اللي غادي يعاون باش يدخل فرنسا خافت الغربة خافت يسترجعوا بلاد تنقيط يعني موريطانيا اللي خداو لينا خداو موريطانيا جات لوبيراسيون ديال ايكوفيون في عام 1958 شكون اللي مات فيها شكون مات قرودة
شنو الشبح مغاربة؟ الشبح مغاربة. مغاربة. شو هذا مغاربة؟ تقول لي كنت في 75، أنا دابا تنقول لي في 57 58 زيدك. ملي خدينا الاستقلال. هذا هو السؤال. وقتاش؟ 1956. شكون اللي جا من الصحراء عند محمد الخامس؟ شكون جا؟ هذا هو السؤال. شكون السؤال؟ جماعة ديال رقيبات. واللي خطير جاو رقيبة القواسم من تيندوف. خطير كاع. جاو من تيندوف. لأن آخر قاضي مغربي كان كيحكم اسم صاحب الجلالة مغربي. العلوي الهاشمي في تيندوف. العلوي الهاشمي. حكم مغربية والتنبر مغربي. أشوف راه ولا سارح هو راه ولا سارح. سارح. مرة في بوشدور، مرة في الداخلة، مرة في العيون، مرة في السمارة، مرة في البلاية، مرة في الدشيرة، مرة في موريتان، مرة مشى لتيندوف، رجع من تيندوف، القضاة، كذا. باش تعرفوا أنه ما كان دليل واحد، دليل واحد على أن الصحراء الغربية كانت مغربية، واحد. تاريخهم كامل مزور. قالك ماتوا المغاربة، يعطيني مقابر المغاربة في الصحراء الغربية قبل 75. أعطينا قبر مغربي واحد قبل 75 في الصحراء الغربية. واحد. ولكن خليه يكمل. هو أنا قاعد ناشره، أنا ناشره قاعد عندي أنا في الحساب. خليه يكمل. أعطونا قبر مغربي واحد قبل 75 في الصحراء الغربية. ما هو منينو كل اللي عطيت تدو شي كلب تدفنوه في الصحراء الغربيه شي كلب وكتبوا عليها مولاكم كذا ما عرفاش الولي الصالح بني كلبو. لا شو اللي تعدلوا كيف ما تعدلوا في اماكن اخرى من المغرب. لا يوجد دليل واحد على ان الصحراء الغربيه كانت مغربيه، ولا يوجد ولن يوجد. ولو تجيبوا الزكتور ولا تجيبوا قاع الماء والزكتور ولو تبقوا تكذبوا هكذا معركة الطريق معركة بوجدور معركة القلات معركة تشكجت ما عرف ما عرفناك احنا ما عرفناكش بغيت تقول ايه وكمل جملة تجارة القوافل الريال المغربي الحسني ملي جاوا هنايا جاوا رقيبات الشرفاء ديال القواسم ديال الساحل جاوا الشرفاء المجاهدين الابطال ديال اولاد دليم ملي جاو من العرقوب من الدخله من الزوق من كيشلا من نسر ماشي في كاينش ماشي كوكو باخر جاو من هنا جاو الشرفاء ولاد بوسبع ولاد تيدراني. وبماذا هي الصحراء الغربيه مغربيه قبل 75؟ ما هو تواجدكم المغربي في الصحراء الغربيه قبل 75؟ احنا ما سولناك على هجرات الناس ولا سولناك عن ما قام به الناس، انا سولناك انتوما كمغاربة ما هي علاقتكم بالصحراء الغربية؟ واش دافعتوا عنها؟ لا. تعرفوها قبل 75؟ لا. سكنتوا فيها قبل 75؟ لا. عندكم بها شي علاقة قبل 75؟ لا. عندكم في شي إدارة قبل 75؟ لا. متوا فيها قبل 75؟ لا. حملت السلاح لأجلها؟ لا. حاربت إسبانيا لأجلها؟ لا. استشهدت من أجلها؟ لا. نظمت شي مظاهرة لأجلها؟ لا. إذا باش هي مغربية؟ باش مغربي؟ لا مغربية وخلاص. لا مغربية وخلاص. أو قولها أنا قولنا حي مغربي وخلاص. غير لا تموت تكذبوا شي تكذبوا انتوما. انتوما اول شيء يجيك يجيكم لها في الكاميو. انت نهار جيت جيت في الكاميو فين جيت؟ شكون اللي جابك في الكاميو؟ جيت لراسك قررت انت لراسك تمشي لهاي الارض والله جابوك جابوك وراه مازال يجيبوك الى سان دوني يجيبوك حتى لسان دوني يقول لك تعالى اشطح مع سعيد شرف راهي الصحراء مغربي راه تمام ما تغير ولا شيء انتم راه اللي يجيبوك
لا يتموا يجيبوكم، حدكم كاملين بهايم، لا يتموا ماشي يجيبوكم كل مرة، يجيبوكم يجيبكم السفارات، يجيبكم القنصلية، يجيبكم الحسن الثاني، يجيبكم الكاميون، يجيبكم تمو جاي دائما ماشيين. ما عندك انت قرار راسك انت باش انت تحلل وتفكر وتخمم بهذه المؤامرات، ما تنطلي عليك تقول انا ما نمشي، انا ما عندي علاقة بهذا الموضوع. هذاك النهار اللي تعود انت مستخل، اي ما حدك انت كامل يجيبوك، راهم يجيبوك. اسمع سيد ازرقين فيلانة اللي عدد لك هو قبائل الصحراوية، شكون مزعمهم القافلة؟ الشيخ محمد الأغضف. شكون هو محمد الأغضف؟ هو الابن ديال ماء العينين. شكون هو ماء العينين؟ هو اللي خذ الظهير ديال التوريين العنموري الحسن الأول. عباد الله، هذا الشيء راه لا يجادل إلا هالك لا هالك، لا يجادل فيها إلا منافق أو مخادع. منافق وقارئ. سيد 1900 سيد القردة، خاصك تقول القردة تم قول القردة معاهم 50 باش ننهي لك هذه المسألة. في كنا ملي تنفهموا من الخامسة جروا الصحراوة. اش عدوا الصحراوة ومخادع علم الاستعمار الإسباني ماشي الفرنسي. جروا الصحراوة هادشي باش يعرفوا المغاربة الحقائق التاريخية. اسمعوا سيدي، معايا عامين بنت ما تزوجات في الصحراء. عامين ولا صحراوية تزوجت في الصحراء حزنا على محمد الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهي بالتالي مغربية، إذا الصحراء الغربية تعد مغربية. يا سبحان الله يا سبحان الله. واسمعوا اسمعوا، هذا راه هذا راه الدكتوراه في الكذب. لأن هما هادو راك شنو خدمتهم هادو؟ هادو دائما هادو دائما مهمتهم يربطوك انت الحمار في المغرب مع الملك، يكونيكتوك مع الملك، تعود انت عايش حتى تحسك عصاك الله. إلا دخلت لدورة المياه، إلا دخلت للتواليت مخك يمشي عند الملك. إلا بغيت توكل يكونيكتوك مع الملك، صاق السيارة يكونكتك مع الملك. هذه دورة ماشي مع المغرب، لا مع الملك، لأنه الملك هو المغرب. باش هي الصحراء الغربية مغربية، هو محمد الخامس ديك الساعة لما نفاوه في المسرحية اللي عدلتها فرنسا، صحراويات مات لباغي يتعرسوا شهرين عامين، عامين ما تعرس، عامين بالضبط 24 شهر 24 سنة. سبحان الله. رفضوا حزنوا مسكينات مسكينات. وبعدها بعد هاي المبررات مازلت انت تقتنع بانه الصحراء مغربية. انت كإنسان مغربي تسمع لهذه وجهة النظر المختلفة، مازلت مقتنع على أن الصحراء مغربية بهذا الكلام هذا؟ كملنا ممنوع حسنا على الملك ديالنا. اسمع شنو يقول لكم كذبة ثانية. امرأة ولدت عامين ما قدت كذبة واحدة، لأنه هو ما واثق عن هيك الكذبة الأولى، عن هذه الكذبة اللي تعطيه الصحراء الغربية. زادها كذبة ثانية، قال لك سنتين ولا مرة صحراوية ولدت. سبحان الله يا سبحان الله. توقف عنا النسل، احنا عامين احنا توقف عنا النسل. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا اش قلت لكم على انكم راه الملكية في المغرب راه فيروس، راه فيروس، راه خاصه يستأصل، راه شيء ممنهج، هذا الشيء راه ممنهج، راه الناس تجتمع عليه هذا الشيء. درك قبل ما تسمعوه انتم راه اجتمعوا عليه وقروه، وكيفاش لا يقولوا واش لا يقولوا واش لا يقولوا باش يلهو به الناس. هل هناك بالنسبه لك انت اي انسان في العالم، اي انسان في العالم يصدق على انه لم تكن هناك امراه داخل الشعب معين لم تلد سنتين؟
هل تصدق أنت أنه كاين شي دولة في العالم نساءها ما ولدوا سنتين وي 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 بوسيبل بالنسبة للحمير وي بوسيبل بالنسبة للحمير وانا الهند خاطب انا الحمير انا ما نناقش مع الحمير انا الحمير اللي شافني حد نناقش معاهم يقول لي انت بحالهم انا ما نناقش الحمير انا الحمير المخازنية اللي يؤمنون بالفكر المخزني هذوك ما نناقشهم هذوك حمير هذوك راه اصلا حولوا رؤوسهم الى حمير هذوك راه كانوا بشر كانوا تقول لي سي بوسيبل كيف سي بوسيبل كاين شي دولة فيها النساء تولد تتوقف عن الولادة سنتين في الصحراء ما عندهم لا مستشفيات ما عندهم لا عزل ما عندهم لا شيء ويفوتوا سنتين ما ولدوا فين كاين هذه ولكن انتم سبحان الله ماشي الكذب انتم راكم عندكم شيء قالوا اكثر من الكذب شكرا تفضل كملنا الدكتور ترجعوا الاحصائيات ورجعوا الدفاتير ديال الحاله المدنيه ها الناس انتم رجعوا الحاله المدنيه متى كانت الحاله المدنيه الدكتور متى كانت الحالة المدنية الزكتور في المغرب؟ متى تأسست الحالة المدنية الزكتور؟ تكذب من يعلم الحالة المدنية؟ يا سبحان الله يا سبحان الله متى تأسست الحالة المدنية في المغرب؟ بابا بزيزو قول لي أنا متى تأسست الحالة المدنية؟ واش قبل ما يموت محمد الخامس والله؟ واش الحالة المدنية تأسست لما أعلن استقلال المغرب ولا قبل استقلال المغرب؟ ايوا يلا ما عندكم ما عندك الجواب ما عندك الجواب حضو داروا اجتماع داروا جلسات اشنو هي ما يمكنش نفرحوا سيدنا في المنفى عامين تصلي الصلاة مقصرة عامين ديال 54 و55 وهاد الحوش الحولي ديال العيد كبير عامين هما لابسين من الحفاظ الدراعية بالكحل تعبير عن الحزن سمعتوا الكذب هادشي كامل هذاك راه معطاو له النقط قالوا له النقطة الفلانية النقطة الفلانية النقطة الفلانية النقطة الفلانية باش يقول لكم راه الصحراء راهي مغربية هي لو كانت مغربية كاع ما تحتاج منك هذا الشيء كم يا لو كانت الصحراء الغربيه هذه مغربيه كيف ما تقولوا انتوما ما تحتاج كاع لك تزور ايش تزوروا كاع انتوما نحن كصحراويون لا علاقه لنا بالمغرب نحن كصحراويين لا علاقه لنا بالمغرب نحن الشعب الصحراوي لا علاقه لنا بالمغرب بغيتوا تردونا مغاربه ولكن ما تقدروا تردونا مغاربه لن تستطيعوا أن تحولوا الشعب الصحراوي إلى مغربي بأية وصفة من الوصفات وأكبر دليل هو على أنه لما تجدوا تعدوا هاي الصحارات كل يجيكم جيبوا واحدة تقول واحدة حولتوها إلى صحراوية واحدة حولتوها صحراوية رديتوها صحراوية وانتم باغين تردوها صحراوية وانتم باغين تقنعوا أنفسكم انتم عارفين بأنها ليست صحراوية وانتم باغين تقنعوا أنفسكم بأنها صحراوية باش كأنكم تخاطبوا أنفسكم كأنكم انتم تكذبوا على روسكم بأن هيك راهي صحراوية راهي تخاطبنا كصحراوية والكرة ما كانش صحراوية حرة اللي تجي ترقص لكم هكاك وتحرك لكم أردافها هناك باش تقول لكم راهي الصحراء مغربية أمين هما رافضين كمان الدكتور قريبه الصبريون حتى ولا فراكو تيقول لهم عباد الله راه ماشي انا اللي نفيت محمد الخامس راه فراس سير ولا تيقول لهم لا الكفر مله واحده نتوما وخرجوا الناس كيغوتوا في انزران في سماره في العرقوب في طنطان في طرفايا بوجدور في تيندوف تخيل معايا في تيندوف ناس هازين التصاور ديال محمد الخامس تيندوف راك فوت شي يمشي لكم المالي زيد باش نختم هذه القضيه اي ختمنا بغيت نسمع محمد الخامس رساله ديال بعض العلماء الشرفاء الجزائريين انا من تنقول القروده على الجزائريين ماشي كلشي كان نقول الجهاز اللي حاكم باش الشعب عارف هو القيمه ديالنا وعارف المحبه التي يكنها المغاربه الجزائريين
الغزنيين تعاطفوا مع محمد الخامس. كاين رساله ديال محمد المدني الفقيه محمد المدني، اثبت انك على الحق. اثبت انك على الحق والله غادي ينصرك على الاعداء وما تتخلاش على البيعه، لان في عنق محمد الخامج محمد الخامج اللي باع المغاربة وباع أرض المغاربة باعها للفرنسيين، واللي نفاتوا فرنسا باسم هو بمسرحية من المسرحيات تعالى محمد الخامس، يلا تمشي للفيلا في مدغشقر، وإلا ما عجبتك مدغشقر ندوك الكورسيكا وعندك الفيلا فهم، وعندك القصر بغيت تدي معاك الخدم دي معاك الخدم، ما تنسى النساء ما تنسى الجواري دي معاك الجواري، دي معاك طائرة خاصة بالجواري، ما عندك مشكل. هذا هو النفي، هذا هو النفي، هذا هو النفي في المغرب. النفي أنا نعرفه في المعارك اللي هي معارك الاستعمارية، النفي يجو الواحد يجو زعيم يقتلوه، يصبحوا عند راسه يقتلوه السلام عليكم. لا في المغرب لا، محمد الخامج يجوه يقول له جمع باليزتك وراه عليك دي معاك الجواري وراه عليك الفيلا وجدناها لك في مدغشقر وتعالى وكل وشرب وتبرع وكذا، وخلينا احنا مع الشعب رانا اللي نفترسوا نتهلاو لك فيه وخلاص، لين بعد منين نفوت سنوات له نردوك كذلك في مسرحيه اخرى ويقول لك بطل وشواء ومجاهد ومقاوم وكذا، ومن بعدها ترجع للمغرب ونقولوا راك رجعت ما شاء الله للمغرب وستحرر حلو المغرب. شو علاقته بالصحراء الغربية؟ كعرف شوف العلماء كم كتبوا من العلماء وكم قال العلماء، شو نعلم علماء المشكلة لأنه هذا الشيء يعني له انتشر عند شعب الحمير. بيعة ربانية، جزائريين القحاح، جزائريين القحاح هادو اللي أعلنوا عن العصيان ضد فرنسا ورفضوا قالوا إن بيعة بن عرفة ليست بشرعية، نحن مع بيعة محمد الخامس. رجع لها الجرى مكتوب محمد بن المدني الجزائريين واش قرروا بهذا المسائل. واخا نقول الجزائريين كنقول على النظام البعض، واخا إذا سمعتوا التاريخ وهذا هو بماذا هي الصحراء الغربية المغربية قبل 75، هذا هو الجواب. اللي فهم شيء أنا يفهمني، أنا ما فهمت، أنا اللي فهمت عنه مشي لا العيون ومن العيون مشي لبوجدور، لا سبك في بوجدور، بوجدور مشاو للداخل ومن داخله رجعوا للعيون، ومن العيون مشاو للسمار ومن السمارة رجعوا للشيرة، ومن الدشيره مشاو للبلايه، ومن بعد البلايه مشاو للموريتان، من موريتان رجعوا لتندوف، من تندوف رجعوا ما عرف منين، المهم مشاو كورسيكا حتى هي، المهم تاريخ، هذا هو التاريخ، هذا هو باش الصحراء الغربيه مغربيه قبل 75. وهذه اشكاليه النظام في المغرب، اشكاليه النظام في المغرب هو لانه اشكال انه نظام وهمي، نظام وهمي لا يستطيع أن يصنع لنفسه قوة حقيقية، قوة دبلوماسية، قوة عسكرية، قوة إعلامية، قوة تاريخية اللي بإمكانه فعلا يعني الناس تقتنع بروايته، تقتنع بهذا الشيء اللي عنده. لذلك يلجأ إلى أسهل السبل هو الكذب، هو دائما يصنع المسرحيات، ما نتعود، هو معروف معروف، نشاط ثقافي يحول لك إلى نشاط سياسي، مسيرة للضحك على الشعب يحولها إلى نصر، هزيمة في المعارك الدبلوماسية يحولها إلى نصر، هزيمة على المستوى العسكري يحولها إلى نصر، يقول لك هو اللي انتصر، هو راه خارج من الحرب بعد 16 سنة بحصيلة ثقيلة، ب 33 ألف قتيل، ب 67 طائرة طاحت، ب 4500 أسير مغربي، ب 120 مليار دولار من الخسائر، بالجدار الترابي اللي بناه اللي على مسافة 2720 كيلومتر، بعشر ملايين لغم اللي زرعوا في الصحراء الغربية، بتقسيم هذه الأرض وترك جزء آخر وراء الجدار لا يتحكم فيه، يخرج يقول لك أنا راني منتصر، يشتري طائرات الدرون باش يقول للمغاربة بأنه منتصر، ولكن هو ما يقدر ينتصر في الميدان، ما يقدر ينتصر في الواقع، ما يقدر ينتصر مع المقاتلين الصحراويين جسد لجسد.
لا، هو يبحث له عن الانتصار عن طريق الدرون، ولكن الدرون هل هو انتصار؟ راه ما هو انتصار، الدرون راه لا السلاح، ممكن غدا يكون عند جبهة البوليساريو. ايوا عندها هي عندها الطائرات المسيرة، وانت عندك الطائرات المسيرة، انت عندك جيش وهي عندها جيش، جيشك اكبر من جيشها وسلح من جيشها، ولكن ما قد تتقدم متر واحد في الاراضي المحررة الصحراوية، معناها على انك انت اللي هو جبان، انت اللي هو خاسر، انت اللي تتسول الاعترافات في العالم، تتسولها، تعطي اموال المغاربة مقابل الحصول على اعترافات وهمية بمغربية الصحراء الغربية. طبعا راني دائما نقول لكم انتم المغاربة خاصكم، الا ما كنتم اولاد ارض الصحراء الغربية وعارفين جغرافيتها، راه ما يمكن ابدا يكون عندكم نظرة كاملة على الموضوع. هذه خاصك تحطها في بالك، راه ما يمكن لك انت تكون عايش في الرباط، عشت في الرباط وعندك فكرة على الاراضي المحررة. بنتكلم لك انا على الاراضي المحررة، صعب انك تتخيل انت شنو الاراضي المحررة، ما كي تفهمها، لذلك لا يبقى فهمك قاصر. ولكن اعطي لنفسك فرصة على ان تكون، على انك تقول، على انك ربما انت خاطئ، انك خاطئ، اعطي لراسك هذه الفرصة. راه ماشي انك عندك الحقيقة الكاملة، راه ما عندك الحقيقة الكاملة في موضوع الصحراء الغربية، لما كنت تعرف تاريخها وتعرف ما بماذا مرت هذه المنطقة والحروب اللي كانت فيها وتركيبتها وجغرافيتها والإشكاليات اللي موجودة فيها، وتعرف الشعب الصحراوي وتزور مخيمات اللاجئين الصحراويين وتلتقى مع الناس وتشوف وكيف الناس متمسكة باستقلالها، ما يمكن أبدا تكون عندك صورة كاملة عن الموضوع. كان عندك صورة مخزنية، الصورة المخزنية صغيرة صغيرة، ما عندها حتى قيمة. شكرا جزيلا، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن أراد مشاهدة هذه الحلقة سنعرضها لاحقا عبر القناة في اليوتيوب أو في الصفحة الفيسبوكية. شكرا لكم كاملين، تحياتي لكم. وبالنسبة للايف العشية اللي يعني يحتجب إن شاء الله، اليوم يكون فترة راحة يعني بعد الزوال، وغدا إن شاء الله نلتقي بكم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.